إذا مشاهدي شفتي بيت تحية طيبة جميع متبعين متبعات، كنحييكم هنا من مدينة وجدة. بالضبط كنتواجدوا هذه الجهة ديال دار السبتي كما كتشوفوا معنا، كاين المتحف لالة مريم، الحديقة هنايا، كاينة الجمعية ديال مؤجري السيارات بوجدة اللي داير هذه المبادرة. كتشوفوا معنا تبارك الله هذا الرموك. إذا المبادرة زالت مفتوحة للناس اللي كيشوفوا معنا المباشر، الناس تاع وجدة الله يجازيكم بخير، اللي بغى يساهم ولا شي حاجة راه قريب من هذه الجهة، ولا باغي يوزع شي حاجة ولا يجي هنايا، راه معاد كيجمعوا مساعدات، وباقي هاد الثلاث أيام هذه على ما أظن يعني تجيو لهنايا وتساهموا. كنشكروا كذلك رجال الأمن الوطني اللي راهم واقفين هنايا تا هما مرابطين بطبيعة الحال، كنشكرهم الشكر الجزيل يعني على المجهودات الجبارة ديالهم اللي كيقوموا بها تا هما هنايا، يعني من أجل يعني الحفاظ على السلامة بطبيعة الحال وعلى الأمن، وحتى المساعدة يعني باش تنجح هذه العملية ديال مساعدات الإخوان تا هما ديال الجمعية كما كنشوفوا لابسين الجليات في هذه البلاصة هنايا، في كيخويو يعني المساعدات، وباقيين كيجيو السيارات لهنا تبارك الله. هاد الاخوان هما اللي مكلفين يعني بالقضيه ديال الاستقبال ديال الناس اللي كيتبرعوا بطبيعه الحال بهذه المساهمات هادو. مبادره كانت تاع جمعيه مؤجري السيارات بوجده، مبادره اللي زوينه كما شفنا مجموعه تاع مبادرات بمدينه وجده. اذا كما كتشوفوا معنا يا رموك تبارك الله فيه الفراش، فيه مجموعه تاع الامور. شوفوا معايا اخوتي، كنركز على واحد الحاجه، الناس اللي كتبرع ركزوا حتى على الفراش، الفراش الحليب تاع الوليدات الصغار، مجموعه تاع الامور. نتمنى انه تبارطاجيو معنا هذا المباشر طبيعه الحال. اذا كما كتشوفوا معنا الاخوان راهم خدامين هنايا، شوفوا معنا الاخوان تبارك الله تبارك الله. سي عادل شي كلمه خفيفه ونكملوا. السلام عليكم، أمسية سعيدة، تحياتي لجميع مؤجري السيارات وجميع منخرطي الجمعية نتاعنا وجميع الناس أصحاب المجتمع الوجدي بصفة عامة، جميع الوجادة والوجديات اللي ساعدونا. صراحة بدأت الفكرة بشاحنة صغيرة وسيارة صغيرة، تفاعلوا معنا المنخرطين والمنخرطات والحمد لله، تفاعل معنا المجتمع الوجدي بصفة عامة الحمد لله. دابا ما يناهي ثلاث شاحنات بحجم كبير، ثلاث شاحنات إن شاء الله غادي نصيفطوهم، وشاحنة أخرى إن شاء الله عندها الديبار من الدار البيضاء الحمد لله، هذا فضل من الله. نتمناو أن هذا الشيء يخفف ولو شيء قليل من المعاناة نتاع هذوك الناس اللي غادي نصيفطوا لهم هاد المساعدات. نشد بحرارة على جميع المحسنين والمحسنات اللي ساهموا، هذا يدل على مدى تمغربية ومدى التلاحم تاع الشعب المغربي فيما بينه. الحمد لله حق حمديه، تحياتي للجميع والسلام عليكم. لك العيك سي عادل، غير واحد القضيه، واش مفيزين ان كان بعض المناطق اللي ما وصلهمش المساعده؟ باش ما يكونش هذاك التجمع تاع يعني كاع الناس يمشيوا لمنطقه واحده، واش دارسين يعني دارسين واحد الدوار؟ الحمد لله حنا في تواصل دائم معاه، مشكورين السلطات المحليه لولايه وجده، راسلناهم قدمنا طلب نتاعهم للقافله باش الترخيص، راسلوا هما هذيك الجهه الدوار اللي رحنا غاديين عنده وتاكدوا انه الدوار فيه خصاص وفيه خصاص حاد. غادي نحاولوا نلبيو هذوك الاحتياجات اللي طلبوهم منا هذوك الناس تاع الدوار، من خيام، من اغطيه، من مواد غذائيه، من افرشه، اغطيه، خيام، اضاءات بالطاقه الشمسيه، حاولنا فحم حجري، خشب للتدفئه، حاولنا نوفروا لهم ما يمكن توفيره من طلباتهم، لعل وعسى نرفعوا قل واحد الشيء قليل من المعاناه نتاع هذوك الناس. الله يبارك فيك، شكرا. السلام عليكم. نرجع القضيه، التبرع مازال مستمر، انتم يعني اللي بغى يجي دابا يجيب شي حاجه؟ باقي التبرع مستمر، باقي التبرع مستمر، باقي التبرع، الحمل التبرع بالدم مستمره من طرف مخارطين تاعنا، باقي حمل التبرع بالمواد الغذائيه، من البسه، من جميع ما يحتاجه اي اسره معوزه حاليا متضرره بفعل الزلزال، جميع احتياجاتها ان شاء الله غادي توفر لهم
من طرفنا للناس اللي رحنا غاديين عندهم ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. شكرا. اذا مشاهدي شوف تيفي الناس تعوجده، الله يجازيكم بخير، نتمنى تبارطاجيو هذه المباشره هذا لان الحمله و تفضل تفضل سي عادل. تحياتي للناس نتاع الشرطه والناس نتاع السلطه المحليه اللي صراها ساهرين معنا حاليا الصراحه لتامين تأمين هذه العمليه نتاع الشحن. شكرا جزيلا لجميع مكونات مدينة وجدة. السلام عليكم. بارك الله عليك. عادل. إذا كما كنشوفوا معنا الإخوان. إذا الإخوان راهم خدامين كما كنشوفوا معنا تبارك الله. نتمنى تبارطاجيو الإخوان الله يجازيكم بخير باش الناس اللي باغيين يزيدوا يتبرعوا عاونونا في البارطاج. ماشي لأجل المشاهدات ولكن غير باش الناس يجيو التبرع هنا كما شفتوا راهم خدامين. شوفوا تبارك الله الرموك عامر وكاين جوج رموكات بحال هادو. اللي غادي حتى هما ان شاء الله يمشيو. اذا الحمد لله هذا الشيء هذا كيفرح بزاف، يعني الاغطيه قال لك الفحم الحجري الخشب التدفئه ديال الطاقه الشمسيه، هاد الامور فكروا فيهم الله يجازيكم بخير. الناس اللي غادي تبرعوا حتى القضيه تاع الطاقه الشمسيه تاع مجموعه تاع الامور باش تساعدهم في التدفئه، لان الناس راهم كاينين برا الخيام مجموعه تاع الامور تبارك الله الناس خدامين. كنشكروا السلطات المحليه هنا بمدينه وجده بطبيعه الحال ورجال الامن الوطني اللي راهم الهيهات حتى هما يعني حمايه هذه العمليه بطبيعه الحال، وباش يعني ما يكونش الله يستر شي تعرفوا شي حاجه ولا. الحمد لله مدينتنا حنايا مدينه مسالمه. اذا كما كتشوفوا معنا ندخلوا لداخل نشوفوا. خويا سمح لي دقيقه ندخلوا غير نشوفوا نوريو الاخوان. شوفوا تبارك الله ديال شحال جمعوا ديال شوفوا ما شاء الله الاخوان. سمح لي. اذا اخوان تبارك الله السي بن احمد هو اللي كان دار النداء. خويا نقدر نفوت الا بغيت. الله يعطيك الخير. ندخل نشوفوا الاخوان داخل. سمحوا لنا دخلنا. مرحبا. سير خدم اخويا احمد خدم. احنا رحنا. اذا كما كتشوفوا العمليه لا زالت مستمره اخوان. احنا رحنا عند لاجونس تاع السي بن احمد ام بي فيرست. سي بن احمد هو اللي البارح ما كملاش نهار ونص ياك. نهار ونص تبارك الله كان النداء وصل كما كتشوفوا معنا. شوفوا تبارك الله شوف الكاطو الوليدات الصغار الحليب كونفيتير. يعني ما شاء الله يعني ناس وجدة شوفوا الناس خدامين يعني بحب تبارك الله. راك مشغول تعطينا شي كلمة خفيفة ظريفة شي نداء عاوتاني. سيدي زكريا الناس اخويا جمعة ولا غير تما ماليش غير هناك. السلام عليكم. سمحوا لي راني في هذه الحالة هذه. كما قال لكم السي طريق نداء درناه نهار السبت مع 3 تاع الصباح. اليوم رحنا 2 11 ديال الليل. الحمد لله كنا في الأول بدات الفكرة بعدا كنا باغيين نساهموا لهذا الشيء الفاجع اللي وقعت في مراكش. الله يرحم اللي مات والله يعطي الصبر اللي توفى له عائلته والله يعطينا حنايا القدرة باش نكملوا هاد المبادرة ديالنا. كما قلت لكم النداء درنا السبت مع 3 ديال الصباح. اليوم رحنا 2 مع 11. في الأول كانت فكرة بدينا بفورغون أوتوموبيل. نهار الحد مع 2 وصلنا كاميون. الحد مع 6 مع 7 العشية وصلنا سيمي رومورك واحد. دابا رحنا في الثاني والثالث والإخوان ما تصوروش واحد اللحم كيتبورش. دابا كنهضر معكم والله العظيم الا اللحم ديالي تبورش باسكو حنا المغاربه كنبغيو بعضياتنا كنبغيو بلادنا نبغيو شعبنا نبغيو مالكنا. ما كنبغيو الضرر حتى شي واحد. الحمد لله اي مناسبه كتلقاو المغاربه خوت واقفين واحد قدام واحد. الا كنكون عاقلين الطفل راه يعني كان وقعت له ديك المشكله الله يرحمه في هذا النهار. كيفاش العالم تضامن معنا
هاد الزلزال الحمد لله حاجه ديال الله، ما عندنا ما غادي نديرو. واخا داك المغرب من طنجه للقويره كلشي ساهم، كلشي هذا كما وراكم سي طارق. ها هو دابا حنا هادشي كله محسنين، كاين محسنين اللي تعاونوا معايا، تعاونوا معنا بالسيميرومورك، كاين يتعاونوا بالحليب، بالماكله، بالكسوه، بالخطاوات، بشيز رولونت الا كان شي واحد هانديكابي، حتى هما كاين لي بيكي لي شيز رولونت. كنبغي نشكر بزاف 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 ساكنه مدينه وجده، وكنبغي نشكر بزاف الجمعيه ومنخرطين مع منخرطين جمعيه الفو، جمعيه مؤجري السيارات بمدينه وجده، اللي هما الاخوان اللي معنا منخرطين، هما مساكن، هما خدامين واقفين، حتى هما تعاونوا معنا في الخير، تعاونوا معنا في بزاف ديال المسائل. كما كتشوفوا هنا خممنا حتى درنا واحد الطاقه الشمسيه باسكو سي طارق الجمعيه الفو تكلفت. دابا حنا كنخيطوا واحد كميه ديال القياطن، باسكو دابا كاينه واحد اون بينوري في المغرب ديال القياطن، عين نقلبوا عليهم ما كايناش، مشينا كنقلبوا باش نخيطنا قياطن جداد، وتكلفنا بالضو ديالهم، جبنا لي بروجيكتور خدامين بالطاقه الشمسيه، هادو كاين ديال 300 واط، كاين وفرنا على حساب الكميه اللي درنا ديال القياطن، ومازال باقي الخير غدا ان شاء الله. رحنا واصلين دابا جوج تاع سيميرموك ولا ثلاثه، زائد كاميون، زائد فورغون، زائد طوموبيلات، زائد هذا. وهذا النداء موجه لساكنه مدينه وجده، اللي باغي يشارك واخا بقرعه د الماء، واخا بيترو ديال الحليب، ماشي عيب ولا ماشي ضروري، خصك تشارك بواحد المقدار اللي هو كبير. من غير واحد القضيه اللي تقدر توجهها للناس اللي كيتبرعوا، تبارك الله هنايا هذه اول مره كنشوف اللعيبه تاع الطاقه الشمسيه وديال الاناره وبالليل الحطاب والاخر، غير باش الناس يعني طبيعي. افكتيفمون سي طارق، فكرنا حتى فكرنا في الفخر، فكرنا في الحطب، ما عرفتش واش سجلتها سي طارق ولا باقي. سجلتيها باسكو عارفين تما دابا، باسكو عندنا واحد الاتصالات مع الناس تما في ديك الدوار ديال الامزميز، هضرنا عندنا الناس ديالنا اللي راهم موجودين المسائل تما، قال لنا بلي راه كاين البرد، كاين هذا. فكرنا في الفخر، فكرنا في الحطب باش يسخنوا، باش هذا، فكرنا في الضوء يمكن، باسكو دابا حنا في وجده بعد واحد 1000 كيلومتر ولا 900 كيلومتر على هذاك المكان، واخا عندنا الناس كيعطيونا المعطيات، ولكن ما عارفينش هذاك الشيء ريال، اشنو كاين ريال بالضبط. واخا هكاك حنا خدينا جميع احتمالات، حنا احتمال باش الناس تسخن راسها، ولا احتمال ديال الضوء، ولا احتمال ديال اي حاجه، ملابس سي طارق حديث ولا حرج، ملابس الحمد لله. ساكنه مدينه وجده شاركت بزاف ديال الملابس، وفي الماء، في الحليب، ديال لي بيبي، في لي بيبرون، في اتاي سكر، المهم اي حاجه تطيح لك في راسك كاينه، اي حاجه، لي لانجيت، لي كوش للدراري الصغار، فها هما، ها انت حتى المقالي والكاسرونات، وهذا حتى الاواني ديال الكوزينه فكرنا فيهم، الكيسان باش يكون في علمك. واحد قصه وقعت لنا قبيله، كنا كنجمعوا هذا الشيء، كان جا دايز واحد السيد كيبيع البيض، مسكين على قد الحال، جا دايز كيبيع البيض بالجمله، شافنا وقف، جاب لنا مسكين بلاطويات ديال البيض، قال لك اودي انا باغي نشارك بلاطويات ديال البيض، واخا هادو سي فراجيل باش غنديهم، قال لك انا باغي نشارك. يعني اي واحد باش تعرف باللي حنا المغاربه سواء اي في اي في اي كاتيجوري كيموت على بلادو وكيموت على شعبو، عنده ولا ما عندوش، يعني عنده ولا ما عندوش، باغي يعاونك، يعطيك اللحمه ديالو باش كيعاونك. اخر مره نقولها لكم، كنبغي نشكر جمعيه الفو، جمعيه مؤجري السيارات بوجده، على المشاركه ديالهم، وكنبغي نشكر ساكنه مدينه وجده، وكنبغي نشكر بزاف بزاف المحسنين اللي عاونونا بزاف. راه ما كتصورش ملي كيجيك باش يكون في عينك سي طارق، كنوريك دابا تليفوني، قسما بالله الى ارهاب النهار فايت 5000 ابيل، كل 5 دقائق كيجيني ابيل كيفرحني. راه هذه ميبا واحد قبيله مع ديك الخمسه، ودابا هذه ميبا نص ساعه عيطوا لي، قال لك اودي حنا وفرنا لكم المازوت كاع الا بغيتوا، ولي وفر لك سيميروم، قال لك وفرنا لكم فورغون، خاصكم التعاون، خاص اي حاجه باش تعرف باللي مغاربه رجال ويموتوا على بلادهم. وعاش الملك، وعاش المغرب، ومن طنجة للقويرة، والله يرحم اللي ماتوا، والله يصبر اللي مات له القريب وبعيد،
وهذا قدر الله الحمد لله وشكرا السي شكرا ميدي الله يحفظك. اذا انا مشيت شفت بك ما شفتو يعني تبارك الله هذا الشيء هذا يعني مجموعه ديال المعلومات عطانا الناس ميدي بن حمد بطبيعه الحال اللي مهمه خصوصا هذا الشيء ديال الطاقه الشمسيه الملابس الاغطيه يعني مسائل اللي مهمه. نتمنى ان المحسنين يعني ما يقتصروش غير على الاكل يقتصروا حتى على هذه المسائل لانها مهمه المالات الغطاء الخيام المسائل ديال الطاقه الشمسيه باش انهم يقدروا يديروا تدفئه الاناره في القياطان الحليب ديال الدراري الصغار يعني امور باش تشوف ديال الناس دابا 11 ربع الناس باقي كتجي باقي تبارك الله كتجي مسائل شوفوا الناس ها هما باقيين هادو الناس تبارك الله راهم كيجيو دابا شوفوا ما شاء الله هادو الناس راهم كيجيبوا السلعه الناس باقيين كيجيبوا تبارك الله ما شاء الله كما كتشوفوا معنا يعني كان اقبال كبير. نتمنى انو تبارطاجيو معنا هذا المباشر باش يوصل نشجعوا ناس اخرين بطبيعه الحال. الحمد لله راه بعد الخطاب السامي تاع صاحب الجلاله وبعد النداء ديالو يعني اللي يعني دار مجموعه تاع الامور اللي زوينه صراحه يعني الناس كاع كلشي تجندوا يعني الناس كلشي تجندات والحمد لله. شوفوا يعني ما نتسناو حنا ندعموا بلادنا وحنا شوفوا الشعب انا كنشوف اليوم الشعب يد في يد مع صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله صراحه يعني واحد المشهد واحد المناظر واحد الحماس اللي تقشعر له الابدان طبيعه الحال حتى مغربي ديال بصح يعني صراحه انا كنفتخر انني مغربي كتوقف وكتشوف هذه الجره وكتشوف الناس كيوقفوا وكيشريوا وهذه والله العظيم الا كتفتخر كتقول الحمد لله ملي انا مغربي يعني صراحه نشوفوا الفراش ما كلشي 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 السيكان ديال الكسوه شوفوا ثلاثة تاع الموكات راه غادي نمشيو تبارك الله شفنا يعني مجموعة ديال المدن المغربية والناس راه باقية كتجمع وباقي النداءات يعني هاد العشر أيام هادي تبارك الله غادي يمشي الخير والبركة لهذيك المنطقة بلا إن شاء الله الصندوق ديال الدعم اللي داروا سيدنا إن شاء الله عاوتاني غادي يكون ديكوتيزاسيون باش تكون واحد التهيئة واحد الثورة عمرانية وباش هذوك الناس اللي تما تهما يعاودوا يبنيو لهم وداك الشيء إن شاء الله غادي تكون الأمور مزيانة ومزيانة بزاف إن شاء الله. إذا كما كنشوفوا معنا يعني مشهد مؤثر جدا كنحييكم الإخوان الأخوات كنتمنى أنه تبارطاجيو معنا هذا المباشر وما ننساش دائما نشكر السلطات المحلية لأنها حتى هي واقفة على هذا الشيء هذا صراحة وما ننساوش رجال الأمن الوطني حتى هما اللي مرابطين هنايا يعني صراحة وتا هما يعني عاطين يعني المجهود ديالهم باش أنهم يحافظوا على السلامة بطبيعة الحال وينظموا حتى هذه العمليات.